مثلت أحداث العام 2011 أولى محطات القفز والتخطي من على أسوار الشرعية بالتزامن مع تجاوز بعض القوى السياسية دور المؤسسات الدستورية والبحث عن مسارات الخروج من الأزمة السياسية بعيدا عن الأطر الشرعية، ضاربين بكل القواسم المشتركة التي تجمع أطراف اللعبة السياسية في البلاد عرض الحائط. في 2011 بدأت الفوضى العارمة التي امتدت من تونس مرورا بمصر وصولا إلى اليمن، وبالتالي عطلت ما تبقى من حلم الشعب اليمني في الذهاب نحو المؤسسات الدستورية، وبالتالي كانت هي الركيزة الأساسية لجعل القوى السياسية تتهرب من هذه الاستحقاقات، لأنها تدرك تمام الإدراك أن الذهاب نحو الشعب لن يكون في صالحها، خاصة وهي قد اعتادت على أن تحصل على مكاسب كبيرة مقابل حجمها الصغير الذي لن تستطيع الوصول إليه حينما تذهب إلى صناديق الانتخاب والعودة إلى الشعب. ارتباط الشرعية الدستورية بالثوابت الوطنية ضعف من حرص القيادة السياسية في المؤتمر الشعبي العام على ضرورة احترام المؤسسات الدستورية والحفاظ عليها، بالرغم من كل المؤامرات التي تسعى إلى شرعنة الفوضى والدخول في أتون الصراع وجر البلاد قصرا إلى دائرة الفراغ بكل أشكاله العقيمة. المؤتمر الشعبي العام هو يدرك تمام الإدراك أن الهروب من البرلمان أو الاستحقاق الدستوري سيجعل كثير من القوى التي تحمل السلاح اليوم أن تفرض أمر الواقع بالقوة بعيدا عن المرجعية الدستورية. صعوبات وتحديات جمة مرت بها البلاد وما تزال تعيش تبعاتها المعقدة، وهو ما يرى فيه مراقبون امتدادا ونتيجة طبيعية للتجاوزات والخروقات المستمرة للقواعد الدستورية وخلق المسميات والبدائل المناوئة لدور المؤسسات التشريعية والوطنية. بطبيعة الحال يعني الجانب الدستوري هو أما أن يعدل رئيس الجمهورية عن استقالته ومن ثم يعود كل شيء إلى بابه، لأنه استقالة رئيس الجمهورية حتى الآن لم يبت فيها، واستقالة الحكومة أيضا نفس الأشكال. وبالتالي أنا أعرج على هذا الموضوع قضية الفراغ الدستوري، لا يوجد فراغ دستوري كما يثير البعض، لأن هذه إجراءات محددة في الدستور نص عليها الدستور، وبالتالي لا يمكن الحديث عن فراغ دستوري، لأن الحكومة تقدم استقالتها ما فيش إشكال، رئيس الجمهورية يقدم استقالته لا إشكال، لكن إذا وافق مجلس النواب على الاستقالة هنا تلقائيا، وهذا الذي يريدها المؤتمر بالفعل. حوارات واجتماعات مكثفة تجريها القوى السياسية أملا في الخروج من الأزمة الراهنة، وهو الأمر الذي يعد بذاته هروب